مساكم الله بالخير، هذا هو أبو الخير، هذا هو هذا هو أبو الخير، هذا هو ودر مكانه وعايش زمانه، ودر مكانه وعايش زمانه. مالك انت يا أبو الخير، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك؟ وين الغلط ها؟ وايش الغلط؟ هذا انا ابو الخير، هذا انا ابو الخير، هذا انا ابو الخير. ما احب ابد اشوف الغلط، واللي يغلط انا لازم اوقف عن الغلط. نعم احتمل انا الخطأ، وهذه رفيقة العصا. ان العصا لمن عصى يا الصح، يا اما هذا العصا. ما احتمل انا الخطأ، وهذه رفيقة العصا. ان العصا لمن عصى يا الصح، يا اما هذا العصا. ما الباق وابو الخير مالهم مال الغير، ما الباق وابو الخير مالهم مال الغير. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا شوفوا شوفوا، وعايشوا هذا اليوم، عايشوا نعم عايشوا. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا وعايشوا هذا اليوم. شوفوا إذا بهذه التصاميم بإمكاننا ندخل مناقصة. أنا كان ممكن مع الزملاء أعمل تصميم أفضل شكلياً هذا التصميم. لا تنسى المهندس سامي إن إحنا مقيدين بشروط وضع التصاميم للدخول في هذه المناقصة. بغض النظر عن هذه التصاميم يا مهندس سامي، الشركة بحاجة إلى تصاميم جديدة، بشرط أن تكون محافظة على فن المعمار عندنا ويكون فيها خصوصية. أنا ما كنت متوقع أني راح أحصل على فرصة مثل هذه هنا في الشركة. أنا باعتقادي إن الفرص متاحة، والفرق بين الإنسان والآخر هو حسن استغلال الفرص. ما شاركني الرأي يا بدر؟ أشاركك الرأي، كلامك صحيح. الأهم أن الإنسان يدخل التجربة ويحاول ينجح فيها. عموما أتمنى أن هذا المشروع يكون بداية نجاحات لمشاريع أخرى. يا شباب، الجماعة في مجلس الإدارة حاطين فينا ثقة كبيرة، ونحن بإذن الله راح نكون عند هذه الثقة. أنا من رأيي نأخذ جولة على موقع عمل في هذا المشروع يا سامي. وأنا مستعد. إذن يلا موفقين يا شباب. يلا مع السلامة. حياكم. فريد. نعم. أنت ما ملاحظ أنك مسخت بكثر جياتك هني؟ الحقيقة أنا مدرك لهذا، بس أنت تعرف. أنا أعرف أنك أنت تريد تورط هذه الإنسانة وتتزوجها، وأعرف أنك ادعيت المرض علشان نسرع ونخطب لك إياها. لكن يا أخي أنت لازم تعرف بعد إن هذه شركة، يعني عمل. عفواً، ما الخط؟ اسمع أنت، ما الخط؟ الخط بإن بنخطب لك إياها، لكن الحين أرجوك روح شوف شغلك. هيا بتشبع من شوفها بعدين، تفضل. وحضرتك يحتاج لك قاموس علشان تفهم كلامه. إيش التعب؟ إيش الهلاك؟ الله يصبرك عليه. يا
امسك ما قادر تبطل هذا الله يهديك. ها تبطل. ها زيت راني عارف انا بس بغيت اختبرك والله. اقول غريب خير هذه الشغله ما سهله بعد صعبه شويه. ها والله يهديك يا عم ابو الخير شيء شغل هذه الايام سهل كل الشغل متعب ويحتاج مجهود. على رايك مثل ما يقول مثل زندك ولا ورور. ايش بك تضحك ايش بك تضحك خف الولد خف خف. ملبق الله يخيب ريسك هذا حتى تخنق. هيا الله من الملبق. تعال تعال شوف جاي تعال. والله انك ما عندك سالفه انت ما عندك سالفه. تعال شغلك في التاكسي وقاعد تجلس هنا غلطان انت وانت وشل ما تنسقني غلطان ونص جلس جلس تفضل. أنا ما جربتي أنا، أنا جالس أتعلم. وشغل تكسي أتركه؟ أتركه وقت الكسر. ما دام إني حصلت غيره وأستفيد منه، بتركه ما دام شغل التكسي كاسد. لو بالله عليك، شغل التكسي كاسد؟ إيه نعم، أحياناً تكسب. اسألني أنا اسألني أنا، وسأل سواق التكاسي. أنت روح استشر روح. بتحصل التكاسي أكثر من الركاب. أفهم من كلامك إنك تريد تترك شغل التكسي؟ لا. أفهم إني أدور على شغلة ثابتة. ساعة شغلة التكسي. وانت بعد اريدك تفكر مثلي يا الملبق. اقول ثابت خبرتك اني انا اريد اتزوج. تتزوج ليش؟ اعتقد هذا سؤال بسيط تساله الزوج اللي زوجه هو طالع. صار لك اكثر من شهر تساليني كل ما بغيت اخرج. هذا شيء طبيعي يا فريد. قصدك تقولي هذا شيء تقليدي وأنا ما أحب الشيء التقليدي لأني إنسان غير تقليدي وما أحب زوجتي تسوي شيء تقليدي. بعدين إيش هذه الأسئلة؟ وين رايح ومتى ترجع؟ أرجو أطمن عليك. اطمني وكوني إنسانة أكثر منطقية وابتعدي عن السخف. مالش لولو وكأنه شخص ثاني غير اللي عرفته قبل الزواج. ايه عجبت قصدي فريد؟ ترى انا اقول هذا الكلام يا بنتي وما عرف هذا الولاد ايش اللي غيره. حتى التحقيقات الصحفية اللي كان يسويها تراجع عنها. قولي يا بنتي ان رد لحالته الاولية اول ما رجع من الدراسة. زين ايش سبب هذا التغير؟
هذا الموضوع ما يريد لسبب. زين ليش الحين بالذات؟ من توفت زوجتك الله يرحمها وانت ما فكرت في الزواج، ايش معنى الحين؟ بيرد وبيقول لي ايش معنى الحين؟ خلاص ما هي لسبب، جنيت وبقيت اتزوج. يا خالي انا اسف، انا ما قصدت شيء بسرتي، لكن انت اللي اعطيتني الجرأة من البداية اني اسالك، ولاني اخاف عليك صعب علي اني ما اسالك الحين. موضوع الزواج واحد، وموضوع تعليمك عند غريب اثنين. صحيح هي اشياء من حقك انك تقررها وتسويها، لكن انا ما فاهم قصدك منها، واريد افهم يا خالي. كل اسئلتك لها اجابة واحدة يا بدر. انا نويت ارجع البلد. ليش سكت؟ ايش اقول يا خالي؟ حتى قرارك هذا جه مفاجئ بالنسبة لي. بس ما مفاجأة لي انا. انا من يوم جيت هني وحتى قبل لا اطلع من البلد كان عندي احساس اني ارجع مرة ثانية. ما كنت اتصور انك بترجع بهذه السرعة. وبعدين بترجع هناك ايش بتسوي؟ اللي مثلي يمكن يعيش اي مكان يا بدر، لانه بيشتغل، ما مثلك انت وامثالك اللي يخافوا ينظرون للخلف. تقصد الماضي؟ اقصد الاصل يا بدر. انت وغيرك هربوا من البلد وجوا هني، والمفروض انكم اذا تريدوا تبنوا وتطوروا يكونوا هناك. اما اذا كنت مستغرب ليش اريد اتزوج الحين، فبقول لك لاني بديت اكبر يا بدر، وبديت احس بالوحده يا ولد اختي. ألو نعم، يعني ما قدرت تنتظر لغاية الصباح؟ بكرة بقول لك الشركة. ألو زهرة؟ أيوة أنا بغيت أتكلم معاش. أهلا وسهلا يا أبوي، زارتنا البركة. أقوم أجيب لك شيء تشربه. جلسي يا بنتي جلسي، ما أريد شيء، بس بغيت أتكلم معاش شوية. يا بنتي حسيت وأنا لوحدي في البيت إني بحالي، خواتش ما يسألن عني إلا لما الوحدة فيهم تريد شيء. زهرة أنت الوحيدة القريبة مني يا بنتي. أمرني يا أبوي. يا بنتي أنا أفكر إني أتزوج، ما في غير هذا الحل، إيش رأيك؟ والله ما أعرف إيش أقول لك، بس من هي هذه سعيدة الحظ؟ والله يا بنتي يعني بعدني ما اخترت، بس أنا أريد حرمة رزينة وعاقلة وتقدر تفهمني. خالتي أصيلة. من؟ أم فريد؟ أنا أخذ أصيلة؟ هي الإنسانة الوحيدة اللي ممكن تفهمك يا أبوي. لا 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 لا, لا يا بنتي لا، ما أظن بنستوي أنا وذيك الإنسانة، ما بس لما لسانها. هي طيبة وحنونة، لكن هي هي الإنسان الوحيدة اللي ممكن تاخذ مكان الوالدة الله يرحمها. على الأقل بتذكرك بيها. والله ما أعرف إيش أقول لك يا بنتي. خليني أنا اللي أقول يا أبوي، أقول لك مبروك. أرجوك يا فريد لا تعاملني بهذه المعاملة. أنا كذي؟ إذا عاجبني؟ إذا عاجبني معقولة تدخل ذا كلام؟ وين نظرياتك؟ وين إيمانك بالحوار والتحضر والمنهجية؟ وين ذا كله خبرني وين؟ عزيزة هم شيئين، يا تكوني مثل ما أنا أريد يا تكوني إنسانة عادية. وليش ما أكون الاثنين؟ ما ممكن، لأني زوجتي. أنت أنا أشوفك إنسان عادي. لا ما عادي، أنا أحمل في نفسي أفكار وهموم ما ممكن تخطر على بال واحد منكم، ومهما حاولتوا أنا بكون إنسان متميز. أنا إذنكم.
بسم الله. بسم الله. أقول أبو الخير؟ قول ملبك قول. أنا اسمي ثابت. قول ثابت قول قول. أنا في الحقيقة سمعت كلامك اللي قلت لي عليه ونفذته. أي كلام؟ أنا قلت كلام كثير. عن الشغل. وش سويت؟ رحت وزارة التجارة والصناعة. زين ما أول مرة تروح؟ أنت مالك ذاك؟ مالك ملقوف؟ خلنا نخلص كلامي. من مانع انك ما تخلص كلام؟ خلص. انا طلبت اضافه نشاط تخليص المعاملات في سجل التجاري. احسنت يا ثابت، هذه خطوه زينه. خير ان شاء الله. مالك فرحت؟ اخوي صديقي وصاحبي، كيف ما فرح لك الله يهديك. ها مالك تشوف علي كذا؟ ما عجب. لا 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 لا، عيونك تقول انك ما مصدق كلامي. عيوني تقول ان ما هو هذا السبب الوحيد اللي مخلينك فرحان لاني فتحت مكتب. كلامك صحيح؟ شفت؟ طحت بلسانك. بصراحة يا ثابت انا بفتك من اداك. وراي وراي 40 ساعة، وين ما اروح انت معاي. صدقتني؟ ايش 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 ايش؟ مثل ما سمعتي. قعدت لي ايش 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 ايش، كنك نساف يضرب بريك. تو خالك انت يبي يتزوج خالتي انا؟ ايوه ليش لا؟ اسري خالتك فيش احسن من خالي. ايه بدر لا تنسى انك انت تتكلم عن خالتي اصيله. انا ما ناسي اني قاعد اتكلم عن خالتك اصيله، لكن انت لو لا تنسي اني انا قاعد اتكلم عن خالي ابو الخير. بدر نعم تراني انا اتكلم جديه. وانا بعد حتى تشوفوا اياه. بدر خالك ما ممكن يتزوج خالتي. زين ليش؟ لاني انا باي اخطبها حال ابوي. اها السالفه سالفه عناد. الحين يوم شفتي قلبه بالخير متولع فاصيله قلتي اريدها لابوي. بدر ابوي يريدها قبل خالك. انا ما عندي خبر وخالي بعد ما عنده خبر. انزين هذا انت عندك خبر وشير خبر خالك. نوب انت الحين عندك خبر وخبر ابوك خليه يبتعد. يعني ايش؟ يعني ابو الخير لا اصيله واصيله لابو الخير. ما ممكن ما ممكن ابدا. سعد لا اصيله واصيله لسعد وبس. لكن بدر ما يهمني بدر ما بدر، لكن بدر بالاول تقولي لي تزوجها والحين اقول لك لازم اتزوجها. وعمي ابو الخير؟ وانا مو اسوي بعمش ابو الخير. بعدين تعالي هذا ابو الخير يجلس يعاندني بكل شيء، حتى بهذا بيعاندني. اما انا ما بتراجع. نعم واللي يصير يصير. يعني يا ابوي بتحبوها انت وعمي ابو الخير في نفس الوقت؟ ايوه وهي عاد تختار. لا لا يا ابوي لا، انتوا اكبر من كل هذا. زهره انت لازم تكوني مع ابوش. انا معاك يا ابوي، ولا تنسى من البدايه انا كنت معاك وانا اللي اشرت عليك انك تتزوجها. اها اذا لازم تكوني معي حتى النهايه ولا تخلي ذا البدران ياثر عليش. يا ابوي انا بكون معاك للنهايه ولا اخلي بدران بياثر علي، بس شوف لك طريقه لانت وعم ابو الخير تصير تخطبوها في نفس الوقت. صحيح ما في الا التفاوض بالطريقه السلميه مع ابو الخير حتى ينسحب. وانا ارفض الانسحاب. اذا ستدور المعركه وعلى ما تدور الحرب يا قوم. اسكت انت ما فاهم شيء اسكت. انا جيت علشان اتفاهم معاك واخبرك اني انا بتزوجها. هذا اذا وافقت عليك، وما اظن توافق عليك وتترك ابو الخير. يا جماعه فهموني من هي هذه؟ يعني تعلن التحدي. نعم اذا كان الامر ولا بد. يا جماعه ما اسلك ذاك. أنا جالس بينكم ما فهم شيء. من هذه اللي قاسين تتضاربوا عليها وباغي تتزوجوها؟ أصيلة طبعاً ما عم فريد. لا هي عز الله جنيتوا أنتوا الاثنين. الجنون إن أبو الخير يوقف قدام سعد وأبو الخير يدافع عن حقوقه حتى النهاية. إذن الميدان يا حميدان. نعم
أما أصبحت فوق ما يهزوف ولا أصبحت ناس أبماه كذاك؟ كذاك ونص زين بنشوف يا أبو الخير أنا ولا أنت باغي تتزوج أصيلة وما تستشيرني؟ وهذا أنت عرفت وأريدك تكون في صفي ومعي. أنا لا في صفك ولا معك. يعني مع سعد؟ ولا مع سعد. هتجمع من؟ مع زنوبيا المدعوة أصيلة. معقولة يا عمتي؟ معقولة البس هذه الملابس؟ لا ولدنا خرج بهم بعد. لا والله والدي جن. لا والله أنا قلت لما وافقتني الزوجة تو أنا وحدي مستعجلة من هذا الولاد. كيف يخلي حرمته تلبس هذه الملابس؟ يريدنا حديثة متطورة يا عمتي. وحشري. على هين تعال هي ساير. سأذهب لأروح عن نفسي. عجب زين، خذ هذه الملابس معك وروحهن. ماذا تعنين؟ تعني إنك تأخذهم وترجعهم مكان ما جبتهم. يعني قررت إنك ما تلبسين؟ أنت ما تخجل على وجهك، ما تستحي، كيف تخلي حرمتك تلبس هذه الملابس؟ يا أم، رجاء يا أم لا تتدخلي فيما بيننا. أنا ما ممكن ألبس هذه الملابس وأخرج بهن. هذا لا يرضيني. وانت ايش يرضيك؟ ليش رتبت صوره من العالم الغربي اللي انت ما قادر تنساه؟ عزيزه ما هذا الهراء؟ انت لازم تعيش الواقع وتعرف انك مكان غير مكان تاثرت به. زيدي اقول لك لازم تعرف انك في مجتمع عادات وتقاليد ما تسمح بهذه الافكار. اعطيه شغله. زيدي بعدش لازم تعرف ان قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ما تسمح بهذه الطريقه وهي الصح طبعا. كفى وحسب. اني ذاهب. غيب. انزين اذا رحت ايش بيستوي؟ انا لازم اروح. واذا رحت ايش اقول؟ لا انا احسن لي ما اروح. عجب ايش اسوي؟ شل هديتك يا سعد. هذا عربون يا ام فريد وعلى الله توافقي. أنا ما موافقة يا سعد. بس يا أبوش يريد لوحدة تراعيه وتكون زوجته وتنتظره وتقدم له الراحة والاهتمام. بس انت أنا تعودت على الشغل والحركة وما أظني أبوش يخليني أشتغل على الماكينة. وليش تشتغلي يا أم فريد؟ ما دام إن الخير موجود أنا أريد ترتاحي. أنا ما تعودت على الراحة والخير وكل الخير في إني أشتغل. هذا ردش؟ اللي سمعته. أحسنتي. يلا يا زهرة. إنزين يا بدر إن ما راويتك في البيت ما أنا بنت سعد. بدر مع زوجتك خليها تروح عند ابوها خلينا نكمل موضوعك
موضوعي انا وحدي بكمله. حرك يلا خالد. ليش ما رحت معاهم يا ابو الخير؟ احنا بعد ما خلصنا كلامنا. انت ما سمعت انا ايش قلت لسعد؟ سمعتك بس يعني نفس الكلام اقول لك اياه. يعني انت ما موافقه علي انا؟ دور لك على واحده ثانيه يا ابو الخير اللي مثلي جالسه تربي ولدها الكبير وهو بعد صغير. ما لازم تتزوج وما تبقى بيننا غير المعزه والاحترام يا ابو الخير. تشوفني غلطانه في كلامي؟ لا يا فريد انت ما غلطانه عن ابنك. انا يا فريد جبت لك هذه جورد شجره ولا ترديها مثل ما رديتي هديه سعد. ما اردها يا ابو الخير. يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير؟ بيستمر ابو الخير يصلح اغلاط الورى؟ بيستمر ابو الخير؟ بيستمر ابو الخير يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير؟ صلح اغلاط الورى؟ بيستمر ابو الخير؟ بيستمر ابو الخير وصاحبه ملبق امره غريب ما يندلي بكرا يشوف معكم نطوف بكرا يشوف معكم نطوف معكم نطوف بكرا نشوف معكم نطوف في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الغير في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الغير ودر مكانه وعايز زمانه ودر مكانه وعايز زمانه هذا هو أبو الخير هذا هو أبو الخير هذا هو أبو الخير بالخير.